يعني الحقيقة الطب بنها مكان غالي عليا الحقيقة، وطبعا يعني أنا سعيد بالنشاط الكبير اللي معمول في طب بنها بقيادة الدكتور هشام، وطبعا سعيد بمشاركة أستاذ الدكتور أحمد الجزار الحقيقة، لأن هو طبعا دايما بنقول إن لازم دكتور الأشعة يكون ليه يعني كلينيكال باك جراوند كويسة، لأن طبعا من غير كده هتبقى الموضوع صعب عليه قوي، ولازم يعني ما يبقاش بس راجل بيبص على صور. وطبعا بيسعدني مشاركة أستاذ الدكتور عزة معانا إن شاء الله، وإن شاء الله يبقى يوم مثمر إن شاء الله. النهارده هتكلم على شوية كونسبتس كده عامة عن الكلينيكال ايميجنج جايد لاينز والباترنز الأساسية والساينز الأساسية في السي تي تشيست. عيب السي تي تشيست الحقيقة، واللي ده اللي ساعات بيصعبه على بعض الناس، ان احنا في كل حاجه مثلا احنا يعني عندنا خطوتين فقط عشان دكتور الاشعه يعني يقدر يوصل للهدف بتاعه، ان احنا تو اليسيت الليجن، يعني زي مثلا احنا لقينا في الالترا ساوند او في السي تي فوكال هيباتيك ليجن، بعد كده بعد ما الخطوه الثانيه على طول ان انت تعمل ديفرنشال دياجنوز بقى وتعمل كاركترايزيشن للكلام ده. السي تي تشيست الحقيقه صعوبته في انك اساسا بتإليسيت الابنورمال فايندنجز اللي موجوده عندك، لكن ما بتعرفش ساعات توصف الابنورمال فايندنج دي ايه. يعني ممكن انتربريت يعني جراوند لوس على انه العكس، اللي هو اير ترابنج، اللي انت تشوف الجزء اللنج اللي هو اساسا نورمال تشوفه تفتكر ان هو الابنورمال. ممكن تو انتربريت البالمونري نوديولز الصغيره قوي، تفتكر لما تبص على الفيلم كده من قريب قوي كده وما تمعنش النظر فيه تفتكر ان هي هاني كومبين. فان انت توصف الفايندنج مظبوط هو ده الاساس، وبعد كده بقى تبتدي تشوف ايه الديزيزز او ديفرنشال دياجنوز. هي دي الصعوبه الاساسيه واللي احنا هنتكلم عليها النهارده. الفكره العامه طبعا في الاول، ان احنا الحمد لله كان حظي كويس، انا من اول ما اشتغلت في الاشعه سنه 90، يمكن كان سنه يمكن 88 او 89 تم يعني اكتشاف او اختراع السبايرال سي تي، واللي ابتدى بوان ديتكتور ساعتها، والحقيقه بعد كده بقى مالتيبل ديتكتور زي ما احنا شفنا كده بقى. يعني شوف ايه الفرق بين السبايرال سي تي والسي تي الكونفنشنال بتاع زمان، كنا بنقعد جنب الجهاز مثلا نص ساعة كده عشان نعمل برين، ان هو ده continuous، ده الوصف العلمي بتاعه، continuous data acquisition during gantry rotation and patient table displacement at constant speed. يعني ايه؟ الأشعة طالعة continuous مش interrupted shots كده زي ما كان بيحصل في conventional، بتطلع الأشعة وتقف، بعد كده تطلع الأشعة تاني وتقف، والعام بيتحرك سنتي او سنتي بعديه سنتي بعديه، لا دي الاشعه طالعه على طول والعيان موفينج في جوه الجلانت. عملت انقلاب طبعا الكلام ده في الاشعه، اولا خلانا نعمل ان احنا نقلل السلايس ثيكنس حتى بعد ما العيان يمشي من غير ما نعرضه لاشعه جديده، ان احنا نقدر نعمل يعني صور وريفورماتنج في الكورونال وفي السجتال و ال 3 دي ريكونستراكشن بعد كده من غير ما نعرض العيان على اشعه زياده. قلل التايم بقى العيان تقريبا الوقت اللي العيان بياخده في اطول الفحوص اللي هي بتاخد الجسم من فوق لتحت، لو في تروما ولا حاجه الفحص ما بياخدش 10 ثواني والعيان يا دوبك الوقت اللي بياخده هو في دخوله وخروجه. يعني الديلي بتاع الكونتراست ميديا طبعا، لان احنا كان زمان ما نعرفش نعمل مالتي فيزيك ستاديز تراي فيزيك ونعمل نظبط توقيت الوصول البلاد للفيسلز عشان نعمل كاركترايزيشن ليجن، لكن طبعا السبايرال ده فرق جبار. اللونجر سكان كان الاول احنا بناخد يعني جزء من الجسم، دلوقتي بناخد ممكن فول كفرج، ونعمل حتى في التروما بيحقنوا مثلا في الاول بنحقن بولس عشان نشوف التشيست، بعد كده نحقن بولس ثانيه عشان نشوف الابدومن، بعد كده بولس ثالثه عشان نشوف البريفري، بقينا نقدر نوزع البولس دي في التروما واحنا نشوف اللونج سكان، ولو حتى الجهاز يمكن اربعه مالتي سلايس حتى او حاجه، كل اللي بنعمله بناخد وقت ازيد حاجه بسيطه، بس بناخد برضو السكان كله وبنفس الريزوليوشن يمكن في احوال كتيره للريزوليوشن بتاع الاجهزه المالتي سلايس. في برضو مسمى مهم جدا اللي هو هاي ريزوليوشن سي تي، ده كل الفرق بينه وبين
السي تي العادي ده مش جهاز مختلف، يعني في ناس بتفتكر جهاز ان هو ده جهاز تاني او حاجه، لا هو نفس الجهاز بتاعنا بس باوبشن معينه بنقلل سلايس سيكنس، مش جاست ان احنا فينا برضه بتفكروا حتى فنيين بيفتكروا ان هو بس جاست يغير الفلتر فيخلي الصوره محببه بدل ما الصوره كانت هوموجينس، لا طبعا لا سين سلايس سيكنس، وده العيب بتاعه ان هو طبعا بيعرض المريض شويه لجزء اشعه زياده، عشان كده ساعات بيعملوا بيختاروا سامبل من اللنج لو ديفيوز انترسيشال ديزيز بياخدوا جزء بس من اللنج بيعملوا عليه الهاي ريزوليوشن ده، لكن طبعا ما بيستعملش في كل الحالات، ان بلاحظ ان في ساعات كلينيشنز بيطلبوا هاي ريزوليوشن سي تي في كل حاجه معتبر ان هو بيبقى احسن في اي حاجه، لا هو احسن بس لو انت سسبكتنج ديفيوز انترسيشال لنج ديزيز او كومبايند ليجنز كده كونكتيف ديزيزز، في حاجات اللي هي محتاجه بس هاي ريزوليوشن وانت تفرق الكاركتريزيشن بين الليجنز بتاعت اللنج. ده الفرق يعني في الشكل، يعني بتبقى صوره اكتر يعني وضوحا شويه وبتقدر تدي تعرف كل حاجه دي الباترن بتاعها ايه زي ما احنا هنقول بعد كده. الكونترا انزكشن طبعا برضو مش مطلوب في كل حالات التشست، بيطلب بس في حالات لو في شاكين طبعا الحاجات الايرجنت، حتى لو في واحده حامل او في حاجه بنضطر ان احنا نعمل سي تي انجيوغرافي ساعتها عشان تو ديتكت بالمونري امبوليزم، اللي هو طبعا بقى افضل كتير من النيوكلير ميديسن اللي كان زمان. طبعا لو كان الليجن ده بيري هايلر او بيري ميدياستاين او ميدياستاينال لانه جنب فيسلز، فعشان تقدر تعمل تشوف الريليشن بتاعت الليجن ده للفيسلز اللي جنبه فلازم تدي سبقه. فهي لكن في احوال لا، لو انت مش شاكك في ليجن هايلر او مش شاكك في مشكله في الفاسكوليتشر زي الديفيوز لانج ديزيز برونكيكسز الحاجات اللي هي لانج يعني يوجوالي بيور لانج ديزيز دي ما بنحتاجش ان احنا نسبق. من اهم الحاجات اللي صعبه علينا الحقيقه في الفتره اللي فاتت هي موضوع الابروبريت ريفيرال، ان هو يجي لنا حالات يا اما التكنيك مش مظبوط المطلوب يا اما مش هي دي الاشعه المظبوطه يا اما مكرره. فمن اسباب الويستفول يوز اوف راديولوجي اولا انت تطلب فحص خطا او مش احسن فحص في الوقت ده، يعني ممكن تطلب كان فحص كان هيتعمل بعد شهرين ثلاثه تطلبه حالا وهو ملوش لازمه، اللي انت ما تديش الكلينيكال داتا ده بيخلينا برضو ما نقدرش نختار الفحص المناسب وما نعملش الفحص المناسب للمريض. ريبيتنج انفستيجيشن ساعات انت عارف في العيادات بيبقى الدكتور بيتغير بعد يومين دكتور تاني يقول له هات لي اعمل لي كذا وهو ما يعرفش ان هو العيان عمل سي تي قبل كده او عمل كده فبيعيد الفحص بدون لازمه. لما يكون الانفستيجيشن تو اوفن زي في الاطفال مثلا الصغيرين ساعات الحضانات بنلاقي كل ساعتين دكاتره بيطلبوا لهم يعمل تشيست اكس راي كل ساعتين مثلا، ده طبعا مش مظبوط. ساعات الحالات مثلا حد عنده 90 سنه ولا حاجه وبنطلب له مثلا اكس راي على التشيست عشان عنده عشان قصدي على الركبه مثلا عشان عنده وجع في الركبه، او بنطلب له على الباك عشان هو عنده شويه وجع في الباك، لا طبعا في حالات الفحص الاكلينيكي والعلاج هو بيبتدي الاول، ولو بقى احنا ابتدينا نشك بعد كده ان هو ريزيستنت للعلاج او شاكين في باثولوجي بقى كان بلاستيك مش بقى الاوستيوارثرايتس او السبونديوجن العاديه اللي موجوده ساعتها بنطلب له فحص زياده. طبعا الدياجنوز الخاطئ في الاول ده بيخلينا نمشي في سكك غلط خالص، فعشان كده يا ريت ندي الفرصه لاطباء الاشعه ان هم اللي يشخصوا يعني او هم يكتبوا التقرير، وانت لو انت عايز تناقش دكتور الاشعه في التقرير لو انت شايف وجهه نظر اكلينيكيه يبقى ممكن تتناقش معاه، لكن ما تسيبش الموضوع تماما ان هو ما تشوف، لان دكتور الاشعه اهميته كمان ان هو بيتابع التكنيك بتاع الفحص. احنا ياما شفنا فحوص تكنيكس معموله غلط سواء شرب السبغه مش مظبوط حقن السبغه مش مظبوط، فده بيخدع الكلينيشن جدا. ده الجدول اللي احنا بنشتغل فيه في المراكز الاساسيه في مصر. احنا عندنا اربع مراكز للتميز معتمده من وكاله الطاقه الذريه، وهي كليه طب القوات المسلحه وقصر العيني وعين شمس وجامعه مصر، ويتمنى ان كل جامعات مصر تشاركنا. الموضوع مش صعب، الموضوع ان انت بتجيب الكلينيكال ايمجنج جايد لاينز وبتبتدي تشوف الجدول ده تشوف ايه الاشعه، هل جاستيفايد ولا مش جاستيفايد الاشعه دي، وهم عملوا على سي تي برين وسي تي يوروجرافي وسي تي لامبر، لان افريقيا فيها 9 مراكز بس منهم 4 في مصر، وافريقيا ما فيهاش ام ار في دول كبيره جدا ما فيهاش غير واحد ام ار او حاجه، فتفضلوا يعملوا السيرفي بالسي تي
بتشوف كم حاله inappropriate وايه سبب inappropriateness، هل هو repeat، هل هو فحص مش هو ده الفحص المظبوط للمريض ولا لا، وبعد كده بترد على الكلينيشن تشوف بينور اخضر لو الفحص اللي هو طالبه مظبوط، بينور احمر في الديجيتال فورم اللي هي موجوده ساعات على موبايل حتى في الدول الاتحاد الاوروبي، وبيعتبروها جزء من حقوق الانسان ان لازم اي دوله تخش الاتحاد الاوروبي تكون بتطبق معايير الكلينيكال ايميدجنج جايد لاينز. وبعد كده بتشوف كم حاله، بعد كده بتعمل اويرنس للاطباء، وبعد مده بتعيد السيرفي بتشوف هتلاقي في تحسن في ارسال الاشعه وايه الفحوص المطلوبه وايه الفحوص اللي مش ما كانتش مطلوبه. حاجه زي نبتدي نعمل اكزامبل لكل واحده فيهم. هنا مثلا كان في دكتور طالب كان في شيست سويلين كان سبكوتينيوس، طبعا ساعتها مش الام ار هو الفيرست موداليتي لان احنا عارفين ان الالترا ساوند بيتر كاركترايزيشن للسبكوتينيوس ليجن، بيشوف لو في سيبتي لو هو سيستيك او سوليد، ده احسن من الام ار كمان وطبعا اوفر وملوش لازمه خاصه اصلا حتى كونتراست حاجه زي دي. برضه لو عيان مطلوب له عنده انفيزيما جوست وانت مش شاكك في اي ميدياستاينال او هايلر ليجن زي ما احنا قلنا، فكفايه جدا ان انت تعمل له سي تي تشيست بس من غير كونتراست، نون كونتراست ستادي ملهاش لازمه تدي كونتراست فحص زي ده. الكلينيكال داتا ساعات بتخدعنا، يعني حاله زي دي لقينا في رايت لانج اوباستي موجوده، فالحقيقه رحنا عملنا بعد كده سي تي تشيست ما لقيناش حاجه، طبعا يعني استغربنا شويه، اللانج ويندو اهي ما فيهاش حاجه، عملنا ميدياستاينال ويندو فوجئنا طبعا ب يعني ماس كبيره جدا في الرايت بريست هي اللي كانت مديه الاوباسيتي دي، والعيانه كانت عارفه الكلام ده وما كانش مكتوب كلينيكال داتا، واتعمل السي تي كده بدون اي لازمه عشان في الاول شيس اكس راي ما كانش حد واخد كلينيكال داتا او معروف كلينيكال داتا ان في بريست ليجن. حاجه زي كده برضو طفل صغير بعمل تشيست اكس راي وبتتكرر كتير في الاي سي يو، فده طبعا ده يعني جرعه كبيره قوي للاطفال. برضو لو في فحص زي البرونكال اسما، البرونكال اسما مش هتدي مانيفستيشن في التشيست سواء اكس راي او سي تي الا لما يكون كومبليكيتد برونكال اسما، لكن البرونكال اسما العاديه ما بتديش مانيفستيشن في الاكس راي، زي ما احنا حتى في التجنيد لما بيجي حد يقول لنا انا عندي برونكال اسما نقول له لو فيها مانيفستيشن معلش او كومبليكيشنز نعمل لك اشعه او سي تي. برضه ساعات التشخيص الغلط في الاول، ده العيان ده كان يعني انا كنت شفته ده زمان قديم جدا، كان في اوباستي هنا في الرايت لور زون في الشيست اكس راي، الطبيب المعالج الحقيقه رغم ان انا كتبت له فور سي تي سكاننج، الطبيب المعالج اصر ان هي نيمونيا وابتدى يعالج فيها، وبعد بقى مده طويله قوي من ان العلاج كان ريزيستنس وما استجابش للعلاج، بعد حوالي يمكن شهرين ثلاثه اضطر ان هو يعمل له سي تي، ولقينا مفاجاه اخرى برضو ان عندنا كان كوندروساركوما في الريب كانت عامله هي الاوباستي اللي موجوده يعني امبلايكيتنج الرايت لور لانج زون، وطبعا العين اتاخر تشخيصه لمده حوالي شهرين ثلاثه للاسف نتيجه تشخيص الغلط وعدم قرايه تقرير الاشعه. من الحاجات برضو الخطا ان احنا اللي احنا برضو يعني ما ناخدش بالنا منها ساعات، بيبقى ساعات ما اعرفش طبعا الصوره يمكن هو كي اوف دايجنوزس في الحته دي، ان هو كان في اوبليتريشن للليفت كوستوفرينيك انجل، على طول اول ما تشوف كده تروح باصص في اير ولا لا موجود في اللنج. الحقيقه يعني يمكن لو الصوره هي هتلاقي في جيت بلاك اريا في اعلى الصوره خالص موجود هنا، وفي لاين بسيط موجود، ده كان نيوموثوركس ايرلي نيوموثوركس او مايلد نيوموثوركس، وده بعد كده الحقيقه يعني زاد جدا نتيجه ان احنا ما لقطناش الحاله في بدايتها. فطبعا مهم قوي ان انت تترك برضو حتى مش بس الدكتور اشعه عادي، ساعات بنسيب الاشعه دي لحد يعني سب سبيشاليست في تشيست ايمجينج، فلازم طبعا نبقى في كوميونيكيشن دايما بيننا وبين بعض. هنقول بقى الكومن باترنز اللي هي بتصعب ساعات علينا، ويا ريت يعني اتمنى ان الكلام ده يعني يقدر ينور للناس شويه الحته دي. احنا مينلي عندنا 5 راديولوجيكال باترنز اوف كومن راديولوجيكال باترنز اوف لانج ديزيز، ريتيكولار جراوند جلوس لو فيلينج كونسوليديشن نودولار باترن سيستيك باترن، وساعات طبعا في اوقات كثيره جدا في الشيست بالذات بيبقى في ميكس باترنز كذا كذا باترن مع بعض، وده برضو بيزود اللخبطه بتاعتنا.
الريتيكولار باترن دي سترانز، السترانز دي يوجوالي ما تبقاش واخده ريجولار شيب، لا بتبقى يعني حاجات ريجولار كده ديفيوز في اللنج كلها، مش زي حاجات تانية بتبقى فوكال. ودايما دي بتبقى واحده من الـ من الساينز في اوقات كتيره انتستيشر لنج ديزيز. وطبعا ساعات بيبقى معاها اكمباني هاني كومبنج، وساعات يعني نتيجه كده احنا ممكن نقول ان هو العنان هاني كومبنج وما ناخدش بالنا ان في ريتيكوليشن نتيجه الاثنين انترمينجل مع بعض. السيبتال سيكنين دي بس هي الفرق بينها وبين الريتيكوليشن شويه، ان هي بتبقى فوكال موجوده في اماكن معينه وفي الغالب سب بلورال، ودي بتحصل ساعات في الكوفيد وتحصل في الهارت فيلر في كيرلز بي لاين اللي كنا بنشوفها زمان في تشيست اكس راي، اما كنا بنعتمد على تشيست اكس راي في تشخيص حاله الهارت والكلام ده. السب سيجمنتال اتليكسس دي طبعا كومن فايندنج بنشوفها كل يوم تقريبا، اللي هي بعض الاسترانز كده الموجوده يوجوالي بتبقى في الاريا اللي ما فيهاش موفمنت في اللينجولا وفي الميدل لوب يعني ودي بتبقى يوجوالي بتبقى يعني حصل انفكشن في سيجمنت صغيره او حصل انفاركشن ساعات، وبتسيب باند صغيره كده ستراند سواء رفيعه او اطخن شويه بتعبر ان في اتليكسس. بس الفرق بينها وبين الاتليكسس اللي هي السيجمنتال ان هي ما فيش فيها فوليوم بلس. الجراوند جلاس باترن دي بتبقى اوباستي او فيلينج، بيسموها فيلينج ساعات، ضباب، ومعنى كلمه ضباب ان هي ما بتخبيش يعني بتشوف في فيجواليزيشن اوف برونكيال اند فاسكولار ماركينج اللي تحتيها. يعني احنا لو بصينا هنا هنلاقي الباتشي فيلينج دي الموجوده او جراوند جلاس مش مغطيه الفيسلز اللي تحتيها، وده الفرق بينها وبين الكونسوليديشن. وده طبعا باترن الاساسيه اللي سبحان الله في العالم كله بصرف النظر الدولة اللي شفنا فيها أشعاعات، وشفنا احنا عندنا في مستشفى الحميات قد ايه حالات تقريبا نفس الباترن ده محفوظ عينينا يعني سو سبيسيفيك للكوفيد 19. ده يبين برضو أهمية السي تي في الحالات اللي ساعات ما بتقدرش اللي هي فيها لانج مانيفستيشن ما بتقدرش تعمل مسحة ولا حاجة. يعني تشيس اكس الحقيقة ما نحبسش ان هو يوضح الحاجه لان في الغالب السنسيتيفيتي بتاعته مش عاليه، فممكن نلاقي هنا تشيست فري وبنلاقي في السي تي في فايندنج في ولو حتى سوليتري باتش اوف كوفيد فبتعتبر برضو ان هي probability اوف كوفيد زي ما يعني في كورد كلاسيفيكيشن. الكونسوليديشن الفرق بينه وبين الفيلينج ان هو بيبقى فيلينج كومبليت فيلينج للالفيولاي، الاولانيه كانت بارشال فيلينج. الفيلينج ده ممكن يكون ب فلويد، ممكن يكون ببلد، ممكن يكون بـ 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 بحاجات بحاجه سوليد، فحسب الحاجه دي طبعا ما نقدرش قوي نشخصها بالسي تي. بنقدر نشوف يعني ان هو حسب كلينيكال داتا نقدر نقول ده في الغالب ده حاجه انفلاماتوري ولا هيموراجيك او نيوبلاست. في بيبقى فيها في الغالب في اير برونكوجرام موجود جواها عشان ده بيبين ان هي دي حاجه بارينكمال مش جوه البرونكاي. النودولار باترن برضو احد الباترنز اللي بنشوفها يمكن اقل شويه، ودي بتبقى موجوده في الغالب ديفيوز. لو هي طبعا نوديول واحده او كده لا دي بتبقى بتخش في كاتيجوري تاني مش نودولار باترن، بتبقى بالمونري لانج نوديول ودي ليها حسابات اخرى. الكوز اكثرها متاسز ميلياري تي بي fungal infection او sarcoidosis. وطبعا ساعات برضو مع كل واحده من دول اللي بيشيفت للدياجنوزس هو الحاجات الثانيه اللي موجوده معاها في التشيست. في الميتاسيز هتلاقي في هيستوري، في الميلياري تي بي هتلاقي برضو سترانز كانت موجوده قديمه ميلياري تي بي، الميلياري فانجل برضو بتبقى فيها مانيفستيشن اخرى، sarcoidosis بقى فيها ليمف نودز هايلر او ميجاستاينال ليمف نودز. لو هي سوليتري بقى ليجن عندنا دلوقتي اوتوميتد كمبيوتر اسيستد ريدنج، ده بيشوف لو النوديول دي ريجولر بنمشيها في ناحيه الاكثر ان هي بناين، لو الليجن ده ايريجولر بنمشيها في ناحيه ان هي نيو بلاست. مالين سيستك باترن ده طبعا اشكال كتيره، من اهمهم الانفيزيما زي ما احنا شايفين هنا. الانفيزيما طبعا ايرلي من غير ما يكون في بولي كده بنشخصها جاست بي ان بيحصل هايبر انفليشن لللانجز،
وبيبقى الفيسل زي ما انتم شايفين كده سبليت، مش عامله برانشنج تري باترن اللي بنشوفه للفيسل، بتبعد عن بعضها سبليت، وده الايرلي ساين اوف بالمونري امفيزيما. طبعا ساعات بعد كده بيبقى فيه بولي، وفي الغالب البولي دي بتبقى ابر لوبر وسب بلورال. طبعا في حاجه اسمها نيوماتوسيل، دي بتبقى بعد الانفكشن لما بيكون في يعني هيستوري اوف انفكشن، وما بتبقاش طبعا ديفيوز لونج افكشن زي الامفيزيما. الهاني كومبنج هنشوفها بقى في السلايد الجاي، دي بتبقى لايرد، فرق بينها وبين اللخبطه اللي بتحصل عندنا بين الامفيزيما والهاني كومبنج، ان الهاني كومبنج بيبقى لايرد. شايفين الشكل الهاني كومبنج اللي احنا خدنا منه الاسم بتاع النحل بيعمل العسل كده، هي برضو الهاني كومبنج بيبقى لايرد زي ما احنا شايفين هنا، لايرز فوق بعضيها، مش زي الانفيزيما لا مالتيبل بولي ممكن يكونوا جنب بعض بس مش لايرد المنظر ده، وفي الغالب بيبقوا صغيرين، وساعات بيتلخبط بينهم وبين الانفيزيما لما بتكون البرونكيكسس، لما بتكون برضو سمول برونكيكسس. البرونكيكسس الفرق بينها وبين الانفيزيما والهاني كومبنج ان هي بتبقى thick walled، يعني الثانية thin walled air dilated air spaces، دي thick walled dilated air spaces، وبرضو ساعات بتبقى focal اكتر في الاماكن في اللور لوبس، لكن ممكن تكون diffuse في اللنج كلها، لكن طبعا برضو بنميزها بالثيك وولد بتاعها، وبساعات بيبقوا كونفلنت جنب بعضه. من الحاجات اللي هي بقى اللي برضو بتلخبطنا ان احنا صورة زي دي احنا ما بنبقاش عارفين فين الحتة في اللنج النورمال وفين الابنورمال. احنا طبعا دي صورة واحدة، لكن طبعا لازم نبص لللنج كلها، وافضل دايما نبص على الكورونال ريفورماتنج عشان نقدر نشوف مين اللي في الجزء اللي هو الغلط وايه الجزء اللي صح. هنا الحقيقه لو يعني كنا الحاله دي شفنا الصور كلها، المشكله ان الجزء اللي ورا ده هو ده الجزء النورمال بتاع اللي هو الاتينويشن بتاعه متوسط شويه. الجزء الابنورمال هو اللي هو الاير ترابنج فوساي اللي موجوده هنا، اللي هي بتبقى يوجوالي نتيجه اوبستراكتيف اير واي ديزيز، فهي دي المشكله، فبتدي appearance دي اللي هو mosaic appearance اللي احنا نقوله بعد كده. لكن ساعات في ناس ممكن تقول ده patchy veiling، يعني العكس، يفتكر ان الجراوند جلاس ده هو قصدي الاير ترابنج، يفتكر ان هو النورمال لانج تيشو. فطبعا دي مهمه قوي ان احنا نبص على الصور كلها ونقدر ندتكت مين النورمال ومين الابنورمال. ده بينتج الميكس باترنز اللي احنا بنشوفها، اللي هي موزايك اتنويشن باترن. الموزايك باترن اللي هو ده احنا خدنا منه في الاشعه الشكل اللي هو بيبقى فيه لوبيولز واخده اتنويشن فاليو مختلفه عن اللوبيولز اللي جنبها. وفي الحقيقه الموزايك باترن التيبيكال بتبقى ريجولار شويه، ما بتبقاش ايل ديفايند باتشي كونسوليديشن او باتشي فيلينج انترمينجلد مع اللانج تيشو النورمال، او العكس اللي هو اير ترابنج انترمينجلد مع نورمال اتنويشن بتاع اللنج اللي جنبها، اللي بيبان جنبها ان هو ريلاتيفلي هاي اتنويشن في اللنج اللي موجوده جنبها. وده بيحصل كومبينيشن ده في حاجات كتيره، ويعني محتاج يعني خبرات مع الوقت ان احنا نشوف مثلا يعني بريزنس اوف اير ترابنج اكسكلود، يعني دايما لما نشوف اير ترابنج ده بيكسكلود البرايمري بارينكيمال ديزيز، وده برضو اهميه الهيستوري اللي احنا بناخده احنا بندور على ايه. فمهم جدا ان ده بيدينا خلفيه ان احنا نقول ده اكتر الليجن ده لو اتنويشن ولا اللنج الثانيه اللي فاضله هي الهاي اتنويشن. الكوفيد 19 من افضل الامثله اللي تورينا الميكس باترن. الباترن الاساسي عندنا هو الجراوند جلاس ابييرنس او الفيلينج، ساعات بيبقى معاه زي ما احنا قلنا هنا انترمينجلد معاه جواه في سيبتي موجوده، وبتدي اللي هو الشكل بتاع البلاط اللي هو زي ده كده اللي هو كريزي بيفنج. ده بيحصل بنشوفه كتير في حالات الكوفيد برضو الحقيقه، وخاصه في السب اكيوت ستيج مش في الايرلي قوي. ايرلي طبعا بيبقى حتى لو فيو جراوند جلاس باسز بنشككنا على طول في الكوفيد واثناء البانديميك اكتر طبعا. ساعات بيحصل فاسكولار دايلاتيشن نتيجه التراكشن، وتراكشن برضو بيعمل برونكيكتاتيك تشينج، بس ده بقى يعني فايندنج قليل لما بنشوفها. وطبعا الحاجه اللي بنشوفها دايما سب بلورال باندز او سيجمنتال
subsegmental atelixes اللي بنشوفها هنا وخاصه مش في الاكوت كيسز برضو بنشوف السبسيجمنتال سترانز دي يوجوالي ما بتبقاش زي السترانز بتاعه البوست انفلاماتوري اللي بتحصل في الحالات القديمه وساعات بتبقى هي طبعا باك جراوند لحاجه اخرى. من الساينز المهمه برضو اير كريسنت ساين ده بيحصل في فانجس انفكشن او رابشر هايليتد او نيكروتيك تيومر بيحصل ان في جوه السيستيك ليجن ده بيبقى في سوليد ليجن وفي كريسنت حواليها من الاير فدي برضو بتبقى تيبيكال حاجات لامراض معينه وطبعا باكوردنج برضو للكلينيكال واكوردنج للكومبايند ليجنز بقيه اللنج بنقدر نقول ترتيب الديفرنشال دياجنوستس. التري ان بود باترن تري ان بود هي دي الرسمه دي اللي احنا بنشوفها ان هي الافرع كده اللي هي محببه كده دي برضو بتحصل نتيجه ان هي الدايريتد برونكاي بتبقى فيلد ويز ميوكس او باس او فلويد يعني فلويد في حاجه ماليه التري دي فبتدينا تري ان بود باترن اللي هو الشكل ده اللي هو برضو بيبقى تيبيكال لامراض معينه وبيدينا برضو impression كويس نتجه في الاتجاه بتاعنا الفين. سيجنت رينج ده الرينج طبعا اللي هو بتاع العروسة كده ده هو المنظر ده انا مش معلش الصورة مغطية هنا في طبعا سيجنت بنفس المنظر ده بتبقى اير وجنبها حتة سوليد اللي هي في الكروس سيكشن بيبان حتة سوليد وجوه البرونكاس دي بتبقى شبه السيجنت رينج ابييرنس ودي تشخيص دايما مبدئي للايرلي برونكياكتاتيك تشينجز قبل ما تبقى واخده دايليتد اير سبيسز كبيره شويه. جلافد فينجر ساين برضو من الساينز اللي ساعات بتحصل عندنا مع البرونكال دايليتيشن بيبقى فيها برضو سكريشنز جواها ودي الحقيقه ميزه مثلا كورونال ريفورماتنج لان لو من غير الريفورماتنج هنشوف الليجنز دي في كات سيكشنز هتلاقي شبه السيجنت رينج لو هي لسه في بدايتها لكن طبعا لو هي زادت البرونكاي دايليتيشن شويه هتبقى مليانه زي ما احنا شايفين. في طبعا ساين مهمه جدا وبنشوفها في حالات كتيره مش طبعا كومن قوي ان احنا نشوفها لكن بنشوفها في حالات من الالفيولار سيل كارسينوما والليمفوما واقل من كده ساعات في البالمونري ايديما والنيمونيا بس هي الحقيقه شفناها كتير في النيوبليزيا اكتر وبتبقى مرسومه وبتبقى تقريبا باثوجنومونيك للماليجنسي. ده بيبين لنا ان احنا لغايه دلوقتي الناس بتعمل في الشركات بره عشان يشوفوا البيردن اوف ديزيز زي مثلا هنا الفيلينج في الكوفيد بيحاولوا يعملوا اللي هي 3 دي ريفورماتنج والارتفيشال انتليجنس على ان البيردن ما بنقدرش نشوفه بصراحه بسهوله بنقدر نحسبه في طرق حسابيه صعبه شويه ان احنا ناخد 12 سيجمنت وكل سيجمنت نشوف هي واخده افكشن 5% او 25% او فوق 25 او كذا فده طبعا الموضوع بيبقى صعب قوي لكن لما بنعمل الريفورماتنج ده والشكل ده طبعا بيدينا خلفيه لللنج افكشن از هول جلوبالي تبقى الشكل عامل ازاي زي ما احنا شايفين. في الاخر طبعا ان احنا الغلطات عندنا في التشخيص والحاجات دي بتبقى دايما بتؤدي الى تاخير تشخيص المريض وده طبعا هو الهدف الاساسي بتاعنا ان احنا نشخص المريض بدري لو احنا شخصناه متاخر يبقى ما عملناش حاجه. طبعا تعاون الريفيرنج فيزيشن من ناحيه ان هو يدينا كلينيكال داتا مظبوطه ويقول العيان يجيب الافلام القديمه ما يفتكرش ان احنا هنغش من الافلام القديمه لا الافلام القديمه دي بتساعد في المقارنه اورينتيشن اكتر بالكلينيكال داتا زي بالظبط ما الكلينيشن بيكشف على عيان او بياخد ساينز وسيمبتومز هو مش بيغش من العيان لا هو بيشوف الحاجه دي وبيقدر يشخص عن طريقها. الراديولوجيست في نفس الوقت لازم طبعا يكون في كوميونيكيشن بينه وبين الطبيب المعالج ويبقى كلينيكالي اورينتد وان هو يختار احسن وسيله اشعه مناسبه ولو مكتوبه غلط يبقى في مناقشه او كلينيكال ايمجنج جايد لاينز لو هي حاجه اوتوميتد. التكنيك لازم يشرف عليه ويتابع الفني في الاشراف عليه لان لو التكنيك اتعمل غلط بتحدفنا لتشخيص خاطئ تماما لو احنا يعني التكنيك ما كناش عاملين سوبرفيجن وفي اوقات كتيره احنا طبعا بنعمل التكنيكس نفسنا ما بنسيبهاش للفني زي الباريام وحاجات كتيره. دي سايتس لو حبيتوا يعني تستعينوا بيها وده الايميل طبعا لاي استفسارات والف شكر.
شكرا جزيلا.